من بروكسل ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخباري عمرو المنيري. بعد التحية إليك عمرو، ما الذي يدور لديك في أروقة السياسة في بروكسل، وخاصة في ظل الحديث حول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعب دورا كبيرا في مباحثات السلام التي يمكن أن تجري في منطقة الشرق الأوسط، في ظل أيضا تصريحات وزيرة خارجية بلجيكا بتطلعها لعقد مؤتمر دولي للسلام؟ نعم بالفعل حساني، كما ذكرت الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون له دور أكبر في الشرق الأوسط وحل الأزمة المتراكمة والتي بدأت تدخل فيها إيران كلاعب رئيسي في هذه الزعزعة لاستقرار الأمن في هذه المنطقة. وزيرة خارجية بلجيكا ووزراء الخارجية الذين سيجتمعون اليوم في لوكسمبورغ وعبر الفيديو كونفرنس أيضا يريدون أن يؤكدوا أنه هناك استقرار في الاتحاد الأوروبي حول الأهداف المطروحة في المنطقة هذه الفترة، وخصوصا أن القضية الفلسطينية بدأت تشغل الاتحاد الأوروبي بشكل عام وما يحدث في غزة. الآن بلجيكا وأسبانيا والدول التي تؤيد الفلسطينيين يريدون أن يزيدوا من الضغط على إسرائيل، ومن ثم الدعوة بشكل دائم لوقف إطلاق النار وأيضا الاعتراف بدولة إسرائيل أو بدولة فلسطين عفوا، ولتكون حل الدولتين الذي تم رفضه في مجلس الأمن بالاعتراف بفلسطين. ومن ثم دولة الاتحاد الأوروبي الآن والذي بالفعل بدأ ووقع عقوبات على بعض المستوطنين في الضفة الغربية، وهناك أحاديث على مزيد من العقوبات على من يمولهم وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون شريك جديد في هذه المشكلة وحزمة مختلفة وحل. إذا كان هناك مؤتمر دولي فهذا سيكون له كبير الأثر وتقديرا لدولة الاتحاد الأوروبي. لكن ماذا عمرو عن يعني تقبل قادة الاتحاد الأوروبي الذين دائما ما يتواجدون في بروكسل جراء مثل هكذا الدعوات بعقد مؤتمرات دولية للسلام، أيضا بأهمية وقف إطلاق النار؟ نعم، الاتحاد الأوروبي بشكل عام لديه يريد أن يكون هناك خطط استراتيجية لحل المشاكل الداخلية على رأسها الهجرة غير الشرعية، والهجرة الغير الشرعية دائما تأتي بسبب الأحداث الدامية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، كما كان يحدث وما يزال يحدث في سوريا والمناطق المحيطة، السودان نفس المشكلة. كل هذا يؤدي إلى هجرة غير شرعية، مما يؤدي إلى نزوح عديد من اللاجئين بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، مما يكبد الاتحاد الأوروبي مشاكل كثيرة سواء مادية أو اقتصادية أو أمنية بشكل أكبر. ومن ثم الأمن الاستراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. الآن الأزمة التي حدثت بسبب غزة تطلعت لشراكات استراتيجية للاتحاد الأوروبي في المنطقة، هو يريد الآن أن يفعل هذه الشراكات الاستراتيجية لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة، محاولة كبح جماح إيران وكبح جماح إسرائيل عما يحدث، وإيجاد حل شامل وحل يستقر عليه جميع الأطراف. هذا ربما سيكون الاتحاد الأوروبي له دور فعل إن دعا فعلا لمؤتمر دولي، سيكون هذا وضع جديد بالنسبة للمنطقة وربما حل جديد نتطلع إليه جميعا. أشكرك على هذه التفاصيل من بروكسل، كنت معنا فيها مراسل القاهرة الإخباري عمرو المنيري. شكرا لك عمرو.